أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا الموعد الثقافي السينمائي على قناة زير تي في، والذي سنستقبل من خلاله اليوم واحد من عباقرة الشاشة الكبيرة، مخرج مهم جدا ليس فقط في أم الدنيا مصر لكن في كل الوطن العربي، خالد يوسف. مرحبا بك بالجزائر. مرحبا بك على قناة زير تي في. شكرا. إذن خالد يوسف المخرج الكبير اليوم بالجزائر لعرض فيلم كارما، الفيلم الغني عن تعريف أيضا. كارما، هذا العمل المميز، هذا الفيلم السينمائي المميز، حديثنا أكثر عن فكرة هذا الفيلم، عن هذه القصة، ربما ليست بالجديدة لكن طريقة تقديمها مميزة جدا. يعني أنا ما جات لي الفكرة بتاعت الفيلم كانت الرؤية بتاعتي فيها أن فكرة الإنسان هو الإنسان، مهما اختلفت ظروف نشأته والمناخ اللي هو عايش فيه، في النهاية لو هو حافظ على إنسانيته سيبقى الإنسان بداخله فعلا. ولو ما حافظش على إنسانيته مهما تغيرت المناخات والبيئات اللي هو عاش فيها سيجنح إلى سكة أخرى غير إنسانية. هي الفكرة باختصار لشخصين بيحلموا ببعض بتفاصيل حياة بعض، وده بيعمل لهم ارتباك في حياتهم إلى أن يحدث موقف درامي يخليهم يتبدلوا أماكن بعض، كل واحد ياخد مكان الآخر. الفقير جدا بيروح يعيش مكان المالتي ملياردير، والمالتي ملياردير بيروح يعيش مكان الفقير، وبتحصل هنا مفارقات نكتشف فيها بقى فكرة. يعني هي فيها درجة من درجات التأمل في النفس البشرية أكتر منها المستهدف منها المفارقات الدرامية، سواء الضاحكة أو التراجيدية. الدين انطب، اسلمت ولا لا؟ عايز تنصير اكبر رجل اعمال في مصر يعدي كده؟ ونظام الهوى، هما منعوا الكلام في البيوت ولا ايه؟ كله بيوصل. ادهم ده كاره للبلد، هو اللي ورا حمله التشهير بالحكومه والمسؤولين. ربما مهما كانت القصه بسيطه في طرحها وعميقه في الرؤيه الاخراجيه، لانه لما نحط امامها اسم خالد يوسف يصبح للقصة معنى آخر، والمتلقي والمشاهد يكون عنده ربما رغبة للإطلاع على هذا العمل. هل الاسم اليوم هو الذي خدم الفيلم، أم أنه الفيلم بحد ذاته يستحق أن يشاهد؟ بعتقد وأرجو ألا أكون واهم أن الفيلم في حد ذاته يستحق المشاهدة، لكن أكيد اسمي بي بي بيعمل درجة من درجات الاهتمام عند شريحة من الجمهور، يعرفوا الراجل ده المرة دي عايز يقول إيه، خاصة أن أنا ما قدمتش أعمال تافهة قبل كده. يعني فأفلامي إلى حد ما كان فيها حد أدنى من درجات الاحترام لعقلية المشاهد وتعودها مني المشاهد، وبالتالي إما بقدم فيلم جديد بيبقى في شريحة تثق في اللي هتشاهده، ثقتها في صانعه يعني. بس بيقولوا انهم هيهدوا الحته كلها ويعملوا مشروع كبير قوي. وهيرمونا فين؟ انا لو من الحكومه كنا رميناهم في النيل وخلصنا. اي مش هنبيع يا ابن الكلب. يا جماعه ده مشروع عمرنا اللي احنا بنرتب له بقالنا سنين، يجي هو ويربع جايز. انا هغير شكل مصر. اسم خالد يوسف مهم، اسماء النجوم الحاضرين في العمل مهمه، لكن ربما التركيبه ككل لم تلقى النجاح الذي كان ينتظر منها. لا، النجاح الجماهيري في مصر في الفيلم ده بالذات كان له ظروف موضوعية أخرى، إنه فيلم حورب إلى حد ما من أجهزة ومن مؤسسات شافت إن الفيلم مش على هواها، وإن أداء السياسي مش على هواها، وإن معارضتي للنظام مش على هواها، فحاولت يعني تخلي نجاح الفيلم مش النجاح اللي أنا متعود عليه. لكن في النهاية الفن السينمائي باقي يعني، ونجاحه بيتحدد بالسنوات ويتحدد بتأثيره في الوجدان المشاهدين عبر سنوات طويلة. يعني في أفلام عظيمة زي باب الحديد وزي الأرض ليوسف شاهين، في وقتها لما نزلت الظروف الموضوعية ما كانتش مهيئة فما نجحتش نجاح جماهيري كبير، لكن لا نستطيع إلا أن نقول بعد 50 سنة من هذه الأفلام إن دي أحد كلاسيكيات السينما اللي أثرت العقل العربي، بل أثرت في الوجدان العربي بتصور.
تحدثت عن قصة المنع في مصر اليوم، هناك الكثير من المشككين من يقول أن قصة توقيف العمل وبعدها إطلاقه في قاعات السينما كان مجرد بروباغندا للترويج للعمل، خصوصا أمام المنافسة القوية للأعمال السينمائية في كلام مصر. يعني كلام يعني صغير شوية، لأنه يعني مين عنده القدرة على استخدام مؤسسات الدولة؟ يعني الدولة دي ادتني تصريح بعرض الفيلم ثم سحبت الترخيص بشكل علني، وطلع وزير الثقافة والرئيس الرقابة يقول احنا منعنا الفيلم. يعني انا هذا ما اثر الشك. طب يعني ازاي هستخدم وزارة الثقافة ومؤسسة الدولة وتتدخل وألجأ كمان في الشكوى لرئاسة الجمهورية، وكل ده يبقى معلن، كل دول هيشتغلوا لترويج لفيلم سينما؟ فكلام يعني شوية خيالهم واسع قوي اللي بيتكلموا كده يعني. اليوم فيلم كارما يكتشفه الجمهور الجزائري من خلال أيام الفيلم الملتزم، هل يمكن تصنيف كارما كفيلم ملتزم أم أنه فيه جانب تجاري، خصوصا أنه هناك حديث طويل عن إيرادات كارما؟ لا، الفيلم أنا ما بعملش أفلام غير ملتزمة بقضايا الناس وبهموم الناس. لم أصنع فيلما ولن أصنع فيلما إلا اللي ملتصق بهموم الناس وملتصق بهموم الإنسان أو المواطن المصري أو المواطن العربي بشكل خاص، لكن ملتصق بهموم الناس. ما بعملش دراما، نحن مش في مجتمعات عندها رفاهية أن تصنع حتى الفن للفن للإمتاع، وده غرض أساسي من أغراض السينما لا أنكرها، لكن الإمتاع فقط، الإمتاع البصري أو التسلية، يعني إحنا بعيدين تماماً عن ان احنا نقدر نعمل افلام فقط عشان كده، مع ان السينما هي كده في الاساس ولا انكر وظيفتها، لكن في النهاية الامتاع البصري والتسلية جزء دايما بيبقى مهم في المنتج، لكن بما ان احنا مجتمعات عندها مشاكل تنوء على حملها الجبال، صعب جدا ان انت تقول انا هعمل فيلم للامتاع وللتسلية فقط. طب ومشاكل انا كمواطن في هذه الارض اللي عندها هذه المشاكل وهذا الظلم الكبير وهذا القهر وهذا الفقر وهذا المرض وهذه الظروف اللي بيعاني منها الإنسان، كيف لا تعبر عنها وانت بتنتمي لهذا المجتمع؟ فطبعا ينطبق عليه كلمة الفيلم الملتزم بقضايا وطنه، بقضايا ناسه، بقضايا شعبه. التزام مهم جدا، لكن الأهم نظن هو الجمهور اليوم. هل هناك جمهور لهذا النوع من الفن السابع؟ احنا عارفوا انه الإقبال الكبير يكون على الأفلام الخفيفة، على أفلام قاعات السينما. انا تعودت عبر اكثر من 10 سنين وقدمت فيهم 11 فيلم قبل كارما، انه بقدم هذه النوعية من الأفلام الملتزمة، وكانت بتلقى رواج جماهيري واسع، بل كانت بتتصدر الإيرادات في منافسة هذه الأفلام اللي حضرتك بتتكلم عليها. وهذه المعادلة المثالية نظن. طبعا هي مثالية، لأن أنا كنت بحضر مهرجانات وباخد جوائز في المهرجانات، وعلى المستوى النقدي بتتلقفوا الحركة النقدية باستحسان شديد جدا، وبتحليل يعني يزيد حتى من قيمة الفيلم في بعض الأحيان، لكن في النهاية إن ما كنتش هتصنع فيلم تتلقفه الجماهير وتؤثر فيه، تبقى انت فعلا. يبقى انا في حاجه ناقصه في الحكايه. الضلع الثالث من المعادله السينمائيه او من مثلث العمل السينمائي هو الجمهور. فالحمد لله يعني كان كل تاريخي في الافلام كانت الاقبال الجماهيري كان عالي جدا، برغم ان الافلام كانت بتكسب في المهرجانات وكل حاجه. واكيد انه شد انتباه الجمهور والمشاهد يكون بجماليه القصه وايضا باسماء النجوم المشاركين في العمل. ربما حضرتك تعودنا عليك انك مكتشف المواهب الجديده، المواهب التي تدخل مجال السينما لاول مره، لكن في كارما شفنا اسماء مهمه جدا في كل الوطن العربي، ما شاء الله عليهم كلهم نجوم شباك تذاكر.
والله انا يعني انا ما ببقاش متعمد اجيب نجوم شباك او نجوم من الصف الاول او نجوم جداد او اكتشف حد جديد. انا بعمل اللي انا حاسه دايما، وبعتقد ان الفيلم كصناعه على بعضها بما فيها بقى من درجه الاجاده في التمثيل في التصوير في الاخراج في المزيكا في كل عناصر العمل هي اللي بتنجح على بعضها ككوكتيل، لانك انت ممكن تجيب اعظم نجوم لكن تعمل بيهم فيلم تافه او فيلم ما تعرفش تديرهم كويس، او ممكن تجيب العكس ممثلين مش كويسين خالص، ممثلين جداد لسه جداد خالص بس تحطهم في قصة كويسة جدا، سيناريو محكم، مخرج يعرف يديرهم، فطلع. وبالتالي عنصر النجوم مهم جدا، وببقى يعني ببقى حريص عليه بس دون قصدية متعمدة. انا لازم يبقى معايا نجوم او بخطط ليبقى معايا نجوم. كل اللي اشتركوا معايا في العمل كلهم يعني بيني وبينهم تاريخ طويل، اشتغلنا مع بعض كتير جدا، سواء مدام غادة عبد الرازق، سواء عمرو سعد، سواء ماجد المصري يعني. وفي ناس او بشتغل معهم لاول مره زي مدام زينه ومدام دلال عبد العزيز، وفي وجوه جديده قدمتها. انا بحرص في كل فيلم ان انا اقدم وجه او وجهين جداد، لان ده دوري، انه متى انت امتلكت ان القدره على تقديم وجوه جديده وتبخل بده فانت ما بتضخش دماء جديده في عروق الصناعه، وده بيبقى عيب كبير على اي سينمائي انه وتحت له الفرصة أنه يقدم وجوده وما يقدمش. لكن التعامل مع عمرو سعد ولد خلاف تم تطرق له كثيراً في وسائل الإعلام، تصريحات لمخرج خالد يوسف، تصريحات لعمرو سعد، ماذا يحدث؟ أين وصلت العلاقة اليوم؟ لا هي أصلاً يعني الخلاف اللي حصل بيني وبين عمرو سعد ما هوش خلاف لدرجة أن أنا أضيع وقت المشاهدين الجزائريين فيه، ده خلاف بسيط وعابر وعدى يعني، مش هو ما كانش خلاف على لا على الفيلم نفسه ولا على كان بيتكلم هو على دعاية الفيلم، كان نفسه يتصدر هو الأفيش لوحده، وأنا كان ليا وجهة نظر أنه هو مع هذه الباقة يبقى أحسن. يعني خلافات كلها برا الفيلم تقريبا، يعني في طريقة تسويق الفيلم. لكن في تصريح خطير أيضا، خالد يوسف يقمع نجوم مصر، نظن هذا اتهام خطير. لا أنا بقمعش النجوم، بس الفيلم يحمل اسمي وأنا مسؤول عنه بالدرجة الأولى والأخيرة، وأنا اللي هتسئل عنه مش أي ممثل. ممثل في النهاية أداة من أدوات رؤية العمل زي أي عنصر آخر، وبالتالي ومهنيا كمان، والرولز والقواعد اللي تعلمناها، الفيلم يحمل توقيع صاحبه اللي هو صانعه اللي هو المخرج يعني، فأي حاجة أخرى غير كده بتبقى أعتقد حاجة هامشية يعني. أكيد أكيد. بعيدا عن كارما اليوم خالد يوسف، بالإضافة إلى كونه مخرج عبقري وصاحب صورة جميلة جدا، هو أيضا مهتم بالسياسة وعنده مواقف سياسية وعنده تصريحات سياسية. مؤخرا المتابع للساحة الفنية المصرية والعربية بشكل عام يلاحظ أنه خالد يوسف ابتعد قليلا عن التصريحات، هل تحضير لعمل جديد هو من سحبك من السياسة، أم أنه هناك قمع وهناك خوف؟ لا، من ناحية قمع موجود، لكن خوف عمره ما كان موجود، وأنا عمري ما خفت، وهو اللي تسبب لي في كل مشاكلي أصلا هو عدم الخوف. لو كنت بخاف ما كانش حصل لي أي مشاكل، فأنا ما بخافش وما انسحبتش. أنا كل الحكاية أني ركزت شوية في شغل السينمائي، بشتغل على فيلم كبير جدا بإذن الله يبقى فيلم عالمي فيه نجوم عالميين اللي هو الأندلس، بقى لي فترة بحضر له، فده خدني شوية من خاصة أنه كمان الأجواء في مصر مش محتملة أي حد يصرح أي تصريحات، يعني أي حد بيصرح تصريحات ياريته هو بيتضرر، لا ده أهله هم اللي بيتضروا وأصحابه هم اللي يتضروا، يعني بقى في درجة من درجات القمع تخليك ما تبقاش أناني في فكرة التصدي، أنه مش أنت اللي هتدفع الضرائب، للأسف ناس تانية اللي هتدفع الضرائب. دي طريقة يعني للأسف محزنة جدا أن احنا نوصل لها يعني. يعني الوضع محزن في مصر حاليا في رأيي. طبعا رأيي بس. وما رأيكم فيما يحدث لبعض الممثلين وبعض المبدعين المصريين، مثلا خالد أبو نجا اليوم نظن يدفع ثمن تصريحاته؟ بكل تأكيد أي حد معارض للنظام في مصر بيدفع ثمن، واللي ما عندوش قدرة على دفع ضرائب مواقفه ما ياخدهاش، فدي ضرائب لأي حد بيعتقد في صدق نفسه وفي صدق توجهاته، وإنه بيقولها بيقول آراءه ديت
اللي ناتجة من موقف هو يعتقده عليه أن يتحمل ضرائب مواقفه يعني. ودي طول عمري بقولها يعني، اللي ما عندوش قدرة على تحمل ضرائب مواقفه ما ياخدش الموقف. أكيد أنت مبدع مسيس جدا اليوم كمتابع عربي لما يحدث في الجزائر، هذه الانتفاضة الجميلة ما يسمى بثورة الابتسامة في الجزائر، ونفس الشيء يحدث في لبنان وفي العراق، ما رأيك؟ هل ربما ستكون النتيجة إيجابية؟ هل ستكون ثمار إيجابية على الشعوب العربية؟ أنا بعتقد أن هناك الموجة الثانية من ثورات الربيع العربي قد بدأت في الجزائر والسودان ولبنان والعراق، وبعتقد أن هذه الموجة ستنتصر، وهذه الموجة سينتصر فيها كمان حتى البلاد التي بدأت الربيع العربي ولم تنتصر حتى الآن ستنتصر، لأن تلك هي حقائق التاريخ وتلك هي طبائع الأمور، أن النصر للشعوب متى امتلكت إرادتها. الشعب الجزائري سينتصر وسيظفر بالوطن الذي يحلم به طول عمره، وبعتقد أن إصرار المواطن الجزائري كل هذه الأسابيع على مطالبه وصموده هو اللي هيمكنه في الآخر للوصول للشكل اللي بيحلم به لهذه الجزائر العظيمة. وبإذن الله مستقبل الجزائر يليق بأبنائها ويليق بشعبها ويليق بتاريخهم بإذن الله. حالا إن شاء الله، هذا كل أمل كل الجزائريين وكل العرب في بلدانهم. في الأخير بعد كارما، قلت أنك في مرحلة تحضير لعمل جديد، أنت اليوم في الجزائر وجمهورك الجزائري عنده الحق أنه يعرف بعض التفاصيل عن هذا العمل. هو فيلم عن سقوط دولة العرب في الأندلس في القرن 16، اللي هو آخر الممالك العربية التي حكمت شبه الجزيرة الإيبيرية اللي هي أسبانيا، دولة بني الأحمر، وآخر نقطة احتكاك ما بين الشرق والغرب، آخر نقطة احتكاك حقيقية ما بين الثقافة العربية والثقافة الغربية كانت هذه النقطة، وهي اللي انتقلت فيها مشعل الحضارة من الحضارة العربية اللي كانت بتشيل مشعل الحضارة وكانت بتقود الحضارة العالمية إلى الحضارة الغربية التي ما زالت تحمل مشعل الحضارة هذه اللحظة، وما زالت هي الدول اللي بتقدم التقدم الإنساني. فالنقطة دي جديرة بأن احنا نعمل هاي سبوت عليها، لأنها نقطة كاشفة للمستقبل أكتر ما هي كاشفة للماضي. يعني احنا ما زلنا نتكلم عن الفتح العربي للأندلس، وفي العالم الغربي ما زالوا يتكلموا عن الغزو العربي للأندلس، ما زلنا نتحدث عن تراجيديا السقوط، سقوط آخر هم ما زالوا بيتكلموا عن حروب الاسترداد. في جملة دالة جدا لا بد أن ينتبه ليها الضمير العالمي، عندما يتحدث ملك عربي زي عبد الله بن الأحمر ويقول أنني أدافع عن أرض أجدادي، فيرد عليه الملك الأسباني يقول له أو فرناندو أو إيزابيلا، فيقول له إنما هي أرض بلادي، أرض أجدادي أنا، من فيهم هو الذي على حق؟ عبد الله بن الأحمر أجداده قعدوا 800 سنة على هذه الأرض وأطفوا للحضارة الإنسانية يعني من علوم وفنون وآداب وتقدم علمي مذهل، أثناء ما كانت أوروبا بتغوص في قرون وسطى وكان البشر بيأكلوا بعضهم أحياء. لكن برضو إيزابيلا أو فرناندو لما بيتكلموا عن أرض شبه الجزيرة الإيبيرية اللي هي أسبانيا الآن إنها أرض أجدادهم، هم عندهم حق، مين عنده حق بقى فيهم؟ هنا بيقودنا لأن الضمير العالمي لم يصل لوضع خطوط فاصلة تفصل ما هو الفتح والإشعاع الحضاري اللازم لتقدم الأمم وما هو الاغتصاب والغزو والاقتحام. لابد أن احنا تعالوا نتفق، وهذا الفيلم فيه دعوة، تعالوا نتفق ما هو الفتح، ما هو الإشعاع الحضاري، ما هو التواصل الإنساني اللازم لتقدم البشرية، وما هو الغزو والاقتحام والاغتصاب. سيبصر الفيلم النور قريبا بإذن الله. بإذن الله. سؤال آخر حول الدراما التلفزيونية، هناك خصام بين خالد يوسف ودراما التلفزيونية، لماذا هذا الخصام؟ لا ما فيش خصام ولا حاجة، أنا بس لأني بأؤمن أن إحنا اليوم في عصر الدراما التلفزيونية. هذا صحيح، أنا دايما كنت بقول أنه المسلسلات كما تصنع، سيبك من الفترة الأخيرة اللي دخلت فيها وسائط أخرى زي نتفليكس وغيرها، بس الدراما التلفزيونية العربية كانت فيها فن تطويل ومط اللحظة، وأنا راجل جاي من مدرسة فن تكثيف اللحظة، فما كنتش عارف أشتغل الكونسبت ده على الكونسبت ده.
لكن الان بعتقد انه بقى في بالوسائط الاخرى اللي كانت اللي بقت موجوده، المنصات الالكترونيه اللي موجوده اللي بتعرض مسلسلات او بتعرض يعني حلقات متصله، بعتقد ان النظره دي اتغيرت وبقى في فن تكثيف اللحظه حتى في المسلسلات. ولو عندي مشروع ينفع لمسلسل مش هتردد ان انا اعمله باذن الله. ان شاء الله نظن هذا امل كل محبي اعمال خالد شكرا. يوسف الاخير ربما اخر سؤال، في مرحله الاعداد لهذا الحوار بالذات على الانترنت عشرات العناوين، فضيحه خالد يوسف، فضيحه خالد يوسف، هل هناك فعلا فضيحه ام انه هي استراتيجيه لتشويه سمعتك لتشويه اسمك؟ هي كانت الفضيحه للنظام مش ليا، هي كانت حرب تشويه لخالد يوسف ومنعه من الكلام او حتى لو اتكلم عشان يبقى فاقد مصداقيته الى اخره. واعتقد ان المواطن المصري بقى فاهمها كويس جدا دلوقتي بعد هذه الشهور، وضحت ان المساله كانت حرب ممنهجه لتشويهي لاتخاذي مواقف كانت شديده الجراه بالنسبه لهذا النظام اللي هو لا يسمح بانه يسمع صوت غير صوته. أثرت على صورتك وتاريخك وأعمالك وتعاملك مع النجمات؟ بعتقد بيقول يعني القرآن يقول وأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكس في الأرض، يعني كل ده بيروح ويبقى، أنت ماذا صنعت على الأرض للناس فعلا. شكرا جزيلا خالد يوسف، شرفتنا في الجزائر وشرفتنا على قناة زير تي في، وتمنى لك كل التوفيق في المشاريع المستقبلية. شكرا لك وشكرا لكل عشاق السينما، لكل عشاق الثقافة. شكرا على حسن المتابعة وإلى لقاء جديد.